استخدم في العجينه 3 كوبايات من الدقيق، واي نوع دقيق انت عايزاه، ويفضل اللي هو الدقيق المغلف. لو هتجيبيه من عند الفرن اللي هي الافرنجي، عرفيه انت هتعملي بيه ايه. عندي ايه؟ نص كوبايه زبده مذابه، نص كوبايه حليب دافي، ونص كوبايه ميه دافيه وبيضايه. بصوا انا محدده السوائل. رغده معلش لو سمحتي، انا ادام محددين السوائل 3 كوبايات دقيق دي اكتبيها دقيق حسب الحاجه. ادام احنا محددين السوائل يبقى بننزل السوائل كلها الاول مع الخميره ومع باقي المقادير كلها، وبننزل بالدقيق شويه شويه. لكن لو كتبت المقدار بتاع الدقيق معين وكتبت السوائل حسب الحاجه، يعني الحليب والميه قلت حسب تلم العجينه او ميه دافيه للعجنه او حليب دافي للعجن، يبقى معنى كده ان انا هحط الدقيق وكل مكوناتنا وانزل بالسوائل شويه شويه. خلوا بالكم من حاجه زي دي، فهستاذنك بس نغيرها ونكتب دقيق حسب الحاجه. معانا ايه كمان؟ قلنا الدقيق ونص كوبايه زبده مذابه، نص كوبايه حليب دافي، ونص كوبايه ميه دافيه. معانا بيضايه واحده، ومعانا كمان 3 معالق كبار من السكر، ومعلقه صغيره فانيليا، ومعانا معلقه كبيره من الخميره الفوريه. ولازم نختبر الخميره الاول علشان ما نبداش ان احنا نشتغل في حاجه وبعد كده نلاقي الخميره ما خمرتش معانا ويبقى كل المقادير بتاعتنا اتهدرت. نص معلقه صغيره بيكنج باودر، ونص معلقه صغيره ملح. ادي المقادير بتاعتي، سهله وبسيطه، ما فيهاش اي حاجه صعبه خالص. حاجات كلها موجوده في البيت. هتجيب الدقيق، هاتيه من يا اما مغلف يا اما من عند الفرن الافرنجي، بلاش الدقيق بتاع العطار، يعني بيبقى كارف توابل، ممكن تلاقي فيه مكرونايه، ممكن يبقى نازل فيه رده مطرح الشوله ما بتبقى جنب بعضها. فيفضل الدقيق اللي هو يا اما في الفرن الافرنجي يا اما اللي هو الاكياس. طيب الحشوه بقى بتاعتنا، احنا النهارده حاشينه بالشوكولاته عشان كاتبين باتيه محشي بالشوكولاته. ايا كان بقى، عايز تحشي جبنه ماشي، عايزه تحطي له جبنه موتزاريلا وتسيح جواه يبقى حلو قوي، عايزه تحطي له ميكس كده جبنه رومي وجبنه شيدر هيبقى في منتهى الجمال، ايا كان اللي انت عايزاه. طيب مستخدمه ايه لدهن الوش كمان؟ اصفر بيض وربع كوبايه حليب ورشه قهوه سريعه الذوبان. بندوب كله مع بعضه وندهن الوش. طبعا احنا عاملين نسخه متخمره من الباتيه بتاعنا اهو، وهنبدا ان احنا دلوقتي ندهنه. طيب لما بيدخل الفرن يا نونا، احنا اولا بنشكل، يعني العجينه بتتعمل والعجينه بتخمر، وبعد ما بتخمر بنشكل ونسيبها تخمر تاني. يبقى عندي العجينه بتتخمر مرتين، مره وهي مقادير عجينه كده اسيبها تخمر بس، ومره بعد ما تتشكل. بصوا ده اتحمس شويه من الفرن، فنخلي بالنا من التسويه. طيب تعالى بص يا احمد كده معايا، بسم الله الرحمن الرحيم، نفتح كده واحده من جوه ونشوف شكلها عامل ازاي قبل ما نسوي. بسم الله. بصوا الاول، شايفين؟ بصوا كده، شايفين المنظر عامل ازاي؟ العجينه هشه وطريه وفي منتهى الجمال. ناس كتير بتشتكي نونا لما بنعمل المعجنات اول ما بتطلع من الفرن بتبقى هشه وطريه وفي منتهى الجمال، ومجرد ما بنسيبها شويه بتبدا تنشف معانا. طيب بص يا ست الكل، اول ما العجينه تطلع من الفرن او اول ما الخبيز بتاعك يطلع من الفرن، ايا كان ايه هو، قرص بقى، فطاير، باتيه زي اللي احنا عاملينه ده، يهدى شويه، يعني مجرد ما يطلع كده دقيقه واحده بس، وابداي بخيه ميه بخاخه كده وحطي فيها ميه من الحنفيه وابداي بخيه، يهدى من السخونيه بتاعته وغطيه بفوطه زي ما احنا لسه مغطينه دلوقتي، هيطلع معاكي طري وزي الفل. طيب هنبدا ان احنا دلوقتي نعمل ايه؟ ادهن الوش بتاع اللي احنا عاملينه ده ونحطه في الفرن على درجه حراره 180 لفوق شويه، او ازيد من 180 بشويه، ازيد من 180 بشويه. انا مشغله الفرن طبعا، وهنشوف شكله عامل ازاي، وهنسيبه يستوي وهنشوف التشكيل بتاعه كمان كان عامل ازاي. بصوا كده، لما بيكون في قهوه سريعه الذوبان وصفار بيض وحليب، بحط القهوه الاول مع الحليب تدوب، وبعد كده بنزلها على صفار البيضه. ليه؟ علشان انا لو حطيت القهوه سريعه الذوبان على صفار البيضايه هيبدا يكتل ويحبب معاها ومش هيدوب معايا على طول. بسم الله. ندهن الوش ونبدا ان احنا نحطه في الفرن يستوي، ونخلي بالنا من التسويه بتاعته علشان ما يتحمش مننا او ان هو ياخد لون زياده عن اللي احنا عايزينه. هسيبه بقى في الفرن ونتابعه علشان ما يحمرش اكتر ما احنا عايزين. طيب حطيناه كده، طب احنا شكلنا ازاي ولا العجينه كانت ماشيه ازاي؟ كل ده بقى نعمله دلوقتي. نبدا كده نسمي بالله ونحضر العجان بتاعنا، ولو ما عندكيش عجان عجيني على ايديكي ما فيهاش اي مشكله. انا قلت ان احنا محددين كميه السوائل، فمعنى كده ان الدقيق هو اللي هينزل بالتدريج. طيب عندي حليب دافي، وعندي نص كوبايه ميه دافيه، ولازم تكون دافيه
علشان تنشط لي العجينه بسرعه. ممكن ان انت تاخدي نص كوبايه الميه تدوبي فيها الخميره وتركنيها على جنب علشان تتاكدي ان الخميره نشطه معاكي. وادي السكر، وادي نص كوبايه زبده مذابه، معانا بيضايه، الفانيليا علشان البيض، والبيكنج باودر. طب نونا، هو مش المفروض البيكنج باودر بيتحط على الدقيق؟ ما انا لسه معرفش مقدار الدقيق ايه. فرضا انا حطيت البيكنج باودر على مقدار الدقيق وما خدتهوش كله، يبقى انا كده شلت من البيكنج باودر مع الدقيق وما استخدمتوش، لكن انا مقدار البيكنج باودر عندي انا عايزاه زي ما هو مظبوط، فعلشان كده حطيته مع السوائل. ابدا ان انا اخلط ده كله كده مع بعضه. بسم الله. وانزل بالدقيق شويه شويه لحد العجينه ما تلم معايا. بسم الله. طب انت واصله الكهرباء في ايه؟ فعلا؟ وهو شغال كده. هنبدا ان احنا ننزل بالدقيق شويه شويه، او ممكن ان احنا نوقف كده خالص علشان ما يترطش علينا، وانزل نص كميه الدقيق واشوف هيحتاج تاني ولا لا. بسم الله. بس انا عارفه ان هو هياخد الكميه دي، ممكن يحتاج شويه كمان. بسم الله. على الهادي خالص كده. واهم حاجه وانت بتعملي عجينه ان انت تخدميها. يعني ايه اخدمها يا نونا؟ يعني تشكليها كويس، اسفه، يعني تعجنيها كويس، تاخد براحه في العجن، مش ان انت خلاص العجينه لمت معاكي وتبداي خلاص تحطيها في بوله وتخمر وتبداي تشكلي. مفيش الكلام ده. العجينه لو ما خدمتهاش كويس والجلاتين بتاعها اشتغل معاكي وبدات ان هي فيها المطه الحلوه دي، هتبدا ان هي تشقق منك، مجرد ما تدخل الفرن تلاقيها كسرت. فاحنا مش عايزين حاجه زي كده. فعشان كده بقول ان احنا حتى لو المكونات كلها اتلمت نعجنها حوالي 10 دقائق كده، من 10 دقائق لربع ساعه علشان تشتغل معانا كويس. كده خدنا كميه الدقيق كلها وشكلنا هنحتاج تاني. بصوا كده بدات العجينه تلم بس لسه سايله، معنى كده ان احنا عايزين دقيق في اللحظه دي. بص معايا يا احمد كده، بصوا كده، شايفين السيلان بتاع العجينه؟ ما بقتش سايله قوي، بدات تلم. فمعنى كده ان انا هبدا ان انا ازود دقيق معلقه معلقه او معلقتين معلقتين، ما زودش كميه كبيره. طيب نونا، انا لو زودت كميه كبيره ولقيت العجينه نشفت مني ومحتاجه حبه سوائل، زودي حبه حليب دافي او ميه دافيه، لكن ولا تزودي زبده ولا تحطي بيضايه تانية وتقولي احط بيضايه هي تمشيلي الدنيا، ولا الكلام ده كله. يا اما شويه ميه دافيين يا اما شويه حليب دافي. اعمل كده واشغل واشوف هل هي هتحتاج دقيق تاني ولا لا. بسم الله. مجرد ما تبدا تلم معانا وتوصل للقوام اللي احنا عايزينه، ما بقتش ولا محتاجه دقيق ولا محتاجه سوائل، ابدا اسيبها في العجان حوالي 10 دقائق. مش عايزه تشغلي كتير على العجان، ممكن 5 دقائق في 5 دقائق، مفيهاش اي مشكله. المهم ان هي تدي يعني تدي العجينه براحه او تدي العجينه خدمتها كويس. بصوا كده انا ماشيه معاكم واحده واحده وبالراحه بوري لكم مراحل التجميع بتاعت العجينه. بصوا مسكت شويه عن الاول اهي، بس فيها تلزيقه بسيطه. طب هي كده محتاجه دقيق؟ انا هحط، بصوا بصوا التلزيقه بسيطه ازاي. طب هي كده محتاجه ايه يا نونا؟ محتاجه دقيق تاني؟ اه، بس كده محتاجه معلقه واحده بس. يبقى انا عرفت ان المعلقه الزياده اللي انا هحطها دي يا دوب هتجمع لي العجينه، او يا دوب هتلم لي التلزيقه بتاعت العجينه علشان ما تبقاش ملزقه. اهي ادي معلقه ومش هحط اي حاجه تاني، وهشغل كده واسيبها بقى تتخدم مع نفسها، وهوريكم لما تتعجن كويس قوي وتاخد براحه في العجن هيبقى شكلها عامل ازاي. طيب نيجي دلوقتي كده، خلصنا العجينه وحطيناها في بوله فيها مثلا رشه دقيق او دهنه زيت بسيطه، وسيبناها تتخمر بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بسم الله ما شاء الله عليها. بصوا شايفين العجينه عامله ازاي بالشكل ده كده. وابدا ان انا اقطعها كور،
متساويه، عايزه الحجم الكوره يكون كبير، عايزه الحجم الكوره او السندوتش اللي احنا هنعمله او البتهيه اللي هتتعمل يكون صغير او وسط، على حسب ما انت عايزه، على حسب ما انت عايزه، انت اللي هتحددي مقاس الكوره اللي انت عايزاها يبقى عامل ازاي. طيب هبدا دلوقتي اعمل كده واقطع العجينه كلها كور متساويه. في طبعا الناس اللي هي بتشتغل بالميزان وبتبقى بتشتغل على الشعره يعني بتوزن الكور عشان تطلعها كلها مقاس واحد، بس احنا بركه ربنا معانا وبنشتغل كده ايه بنشتغل ببركه ايدينا. بتقطعي كده الكور كلها بالشكل ده وبتبداي ان انت تشكليها، وهوريكي تشكليها ازاي دلوقتي حالا. اسهل تشكيل، ولا بتفردي ولا بتعملي ولا اي حاجه ولا الكلام ده كله. ممكن نعمل جهله واحده كبيره مش مشكله. لا اول تمام. بصوا كده بنبدا ان احنا نمسك قطعه العجين كده ولمها لجوه. بصوا احنا شغالين النهارده واحده واحده كده عشان الناس اللي لسه بتدخل المطبخ جديد وعايزين يبداوا في المعجنات وخايفين. بمسك كوره العجين وبلم كده، شايفين بلم الارضيه كلها كده لجوه تمام، واروح عامله كده على الرخامه بتاعتك. بطن ايدك هي اللي ماسكه العجينه، شايفين انا صوابعي مش قافشه على العجينه، يعني انا الكوره مش انا من اللي ماسكاها، لا بطن ايدي اهي هي اللي على العجينه ومش ضاغطه عليها، لا اهي عامله كده. انا يا دوب بس تحسوا ان انا ايه مغطيه الكوره اهو. بصوا تحسوا ان الكوره بتاعت العجين بتتحرك وبتلف جوه ايديا اهو بالشكل ده كده، هتطلع لي بالمنظر ده. بصوا كده تاني اهو، بنلم العجينه لجوه وابدا ان انا اعمل كده اهي واروح حاطه على الرخامه، مش دهن الدقيق، مش رش الدقيق ولا دهن اي حاجه اهو، ايديكي هي اللي بتتحرك. العجينه مش محتاجه رش الدقيق ولا اي حاجه خالص، السوائل اللي فيها والزبده اللي احنا حطيناها لها ظبطت الدنيا خالص. بنبدا نعمل كده اهو، عينيا الاثنين حاضر، نجمع العجين كده مع بعضه وتبداي ان انت تعملي كده اهو بالشكل ده. يبقى احنا كده اهو بنكور العجين كله بالشكل ده كده، يطلع كله مظبوط ميه واحده ما فيهوش اي تشقيقه وما فيهوش اي حاجه خالص. بتبداي ان انت شكلت العجين وخلاص الموضوع انتهى، نبدا بقى دلوقتي نحشي الحشوه اللي احنا عايزينها ايا كان. قلت لك شوكولاته، قلت لك جبنه، قلت لك عايزه تعمليها موتزاريلا وشيدر، عايزه ان انت تعمليها مثلا بيض بالبسطرمه، ايا كان جبنه فيتا بشويه بقدونس وقرن فلفل اللي انت عايزاه، مفيش اي مشكله عندي. طيب هنبدا ان احنا نعمل ايه؟ هوريكم دلوقتي واحده ونجيب صاج نحشيها، يا اما نطلع فاصل ونرجع نشكل. نكون عملنا العجين بتاعنا كله، بس ثواني يا احمد قبل ما نطلع فاصل عايزه اوريهم شكل العجين. بصوا كان فيها تلزيقه، بصوا كده دلوقتي عشان انا كده قلت لكم ان هي مش محتاجه غير معلقه الدقيق اللي احنا حطيناها، ولا في تلزيقه اهي، التلزيقه ما بقتش موجوده اهي. لما اجي اشكل كده تمام، لما اجي افتح العجينه بصوا نعمل ازاي، بصوا ملبن، تحسوا ان هي ملبن في ايديا، ولا بتشقق ولا ناشفه ولا اي حاجه. يبقى كده العجينه بتاعتي اتخدمت كويس قوي واتعجنت كويس، يا دوب كل اللي انا عايزاه بوله واسيبها تتخمر فيه تمام. يلا نطلع فاصل نشكل بقيه العجين بتاعنا كده او نكوره ونركنه على جنب على ما حبايبنا يرجعوا لنا بعد الفاصل، ونبدا نحشي الباتيه بتاعنا شوكولاته، وتعالى نطلع بقى نطلع الفاصل على الفرن. بصوا كده، ايوه يا هلس، بسم الله ما شاء الله، بص المنظر. لا يعني لما نرجع هيكون فاضل له مثلا دقيقه او ان شاء الله نرجع نطلعه. عينيا. يلا بينا. لا هي واخده لون واحد الحمد لله، بس هي عايزه شويه كمان. بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا كده بعد قمر تاني هنلفها اهو عشان مونتي ما يزعلش. بالشكل ده كده، وعلى ما نرجع تكون كلها خدت اللون بتاعها، واول ما تطلع يا دوب دقيقه واقل من دقيقه كمان ونكون محضرين بخاخه فيها ميه ونبخها،
ونسيبها 5 دقايق كده، وبعد كده تهدم السخونيه بتاعتها ونغطيها بفوطه علشان نفضل محافظين على الطراوه والتطريه بتاعتها والهشاشان بتاعها وما تنشفش. تعالوا بقى كده بصوا، انا قلت لكم هنرجع يكون خد اللون الحلو بتاعه اللي احنا عايزينه. يلا بينا نشوف بقى عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. بنسيبه يهدى وبعد كده بنكون محضرين بخاخه وفيها ميه، بخاخه وفيها ميه من الحنفيه عادي خالص، ولا دافيه ولا ساقعه ولا الكلام ده كله، بيهدى بس كده دقيقه وتبداوا ترشوه علشان يدي الطراوه الحلوه اللي احنا عايزينها، وبعد ما بيهدى 5 دقايق كده تبداوا تغطوه بقى علشان ما ينشفش. طول ما هو متعرض للهواء هيبدا ينشف، ودي المشكله اللي بتقع فيها ناس كتير، تقول لك لا اصل احنا ما المعجنات بتنشف، بتبقى طالعه من الفرن حلوه قوي يا نونا، واول ما بتقعد شويه بتنشف. عشان كده هو دلوقتي اهو يا دوب اللي هو هدي من السخونيه بتاعه التسويه، وابدا ان انا اعمل كده. بسم الله. بس كده مش كتير، بصوا بدا ان هو يطلع البخار اهو مع السخونيه بتاعته مع الميه اللي احنا رشيناها. 5 7 دقايق كده يهدى ونغطيه بفوطه، ولا نغطي بفويل ولا نغطي بستريتش، ولا نغطي بفويل ولا نغطي بستريتش، عشان السخونيه لما تطلع ما تبداش ان هي ترد في الفويل وترجع تنزل لنا تاني في اللقمه اللي احنا عاملينها تبدا تبوش. طب نغطي بايه؟ بفوطه قطن زي دي نضيفه، يهدى ونبدا ان احنا نغطيه. طيب هنبدا دلوقتي نعمل ايه؟ نبدا نعمل التشكيل بتاع الباتيه علشان نشوف العجينه الثانيه بتاعتنا عباره عن ايه وهنشكلها ازاي. بصوا بقى قبل ما نطلع فاصل وريتكم ازاي ان احنا نكور العجينه، والعجينه اللي احنا عملناها مع بعض اهي طريه وفي منتهى الجمال واتخدمت كويس جدا. ببدا ان انا احطها في بوله واغطيها برده بفوطه واركنها على جنب لحد ما تخمر براحتها. طيب هبدا اعمل ايه بقى دلوقتي؟ تعالوا نوريكم هنشكل ازاي. اسهل طريقه للتشكيل، بصوا كده العجينه بتاعتي هي اللي انا كورتها، بعمل كده على ايديا، ولا محتاجه رشه دقيق ولا محتاجه اي حاجه. شايفين المنظر كده؟ ورحت ماخده قطعه الشوكولاته، عايزه تحطي شوكولاته قابله للدهن سايله ما فيهاش مشكله، بس انا بحب دي بصراحه عشان تسيح من جوه، وعشان في نفس الوقت كمان لما بحط هنا شوكولاته قابله للدهن بتبدا تبهدل لي ايديا والعجينه بتسيل مني، فانا بحب بصراحه اللي هي دي. وابدا ان انا الم الاثنين على بعض كده. في اسهل من كده؟ مفيش. قفلت كويس جدا، ولا لف ولا توريق ولا اي حاجه خالص، واكون محضره الصاج بورق زبده وابدا ان انا ارص فيه. وتسيبي بين الواحده والواحده مسافه علشان هو هيخمر شويه. يبقى احنا كده متفقين من اول الحلقه ان العجينه بتخمر مرتين، مره بعد ما بتتعجن وبنسيبها تخمر، والمره الثانيه بعد ما بنشكل بتخمر في الصاج على ما الفرن يسخن معاكي وتبداي ان انت تدهني الوش بخليط الدهان اللي هو كان صفار بيض مع حليب مع قهوه سريعه الذوبان، وبعد كده بتحطي في الفرن. عايزه تكبري البتيهايه، عايزه تصغريها زي ما انت عايزه، بيطلع معانا بالشكل ده، واللي احنا لسه مطلعينه اهو من الفرن هوريكي شكله هيبقى عامل ازاي. طيب في حاجه كمان عايزه ان انت تقدميه زي ما هو كده لاولادك، ما فيهاش مشكله. عايزه تزينيه من على الوش برده ما فيهاش مشكله. طب انا اقدر ازينه ازاي يا نونا؟ لو عندنا بقى باكت حليب، باكت شوكولاته بالحليب كده ممكن نسيحه، عندنا شوكولاته بيضه ممكن نحطها برده ونسيحها ونحطها في كورنيه كده او في كيس حلواني، عندنا صوص كراميل صوص شوكولاته زي ما انت عايزه. حته التقديم دي بترجع لك. عندك مثلا عسل نحل كده وعايزه تقدمي في طبق وتحطي على الوش عسل نحل كده مع رشه من المكسرات، كل واحد وحسب ذوقه وحسب اللي بياكله وحسب اللي بيحبه. طيب تعالوا كده احنا كده خلاص دوت هدي، عايزه ان احنا نشيل الفوطه دي ونبدا ان احنا نغطيه بيها علشان يفضل طري معانا. شفتهم حالا، هنزين بيهم كده اهو. يبقى احنا كده شفتوا تشكيل الباتيه بتاعنا اسهل منه مفيش ازاي. بتخلصي الكميه كلها وبتغطيه يخمر معاكي، وبعد كده بتسويه. درجه الحراره كام؟ فوق ال 180، مش 180 لا، فوق يعني من 190 كده ل 200 علشان يطلع معانا التسويه بتاعته حلوه ومظبوطه وما بياخدش وقت. طب نشغل فوق وتحت يا نونا ولا تحت بس؟ على حسب الفرن بتاعك. عندك فوق وتحت شغلي فوق وتحت، بس خلي بالك علشان الوش ما يتحمش منك زي ما ده اتحمش مننا بسرعه. خلي بالك ان الفرن ما تشغلوش مثلا قبلها بساعه عشان ما يبقاش سخن قوي، واول ما تدخليه ياخد اللون وتلاقي من جوه العجينه ما استوتش،
فخلوا بالكم قوي من الحاجات دي عشان العجينه تطلع معاكم مظبوطه. طيب انا هسيب ده زي ما هو كده، وعندي الشوكولاته بالحليب وعندي الشوكولاته البيضه مدوباهم على حمام بخار. هبدا ان انا اعمل كده. بسم الله. طبعا نشفت من الجو. لا ما بحبهاش مفتوحه قوي بس تمام. بالشكل ده كده. وهنا بالشكل ده. وعندنا كمان الشوكولاتة البيضة. عايزه بقى تقدميها ساده زي ما انت عايز، زي ما قلت لك حته التقديم دي او حته التزيين اللي انت عايزاه بالشكل ده كده. طبعا الشوكولاته جوه محشيه بيها، وصحتين وعافيه على قلبك يا رب. اسهل من كده مفيش. نجيب ده قدام. لا الخبيث بسيوقها. ربنا معانا. طيب تعالوا دلوقتي بقى، ده خلاص اهو عملناه وخمر، نعمل كده كده وبنسيبه ونركنه لحد ما يخمر ونبدا ان احنا نحطه في الفرن.